المباراة في الشوط الثاني أيضا. إصابة مفاجئة للأثنين، خالد محمد ديلم وسالم وليد البريتشي، سلامات للأثنين إن شاء الله. وتبديلين أجراهم إبراهيم عبيد، يبقى عنده تبديل وحيد. سيئة، حلو، شيلها، نضغط عليه، نضغط عليه، هذه خطيرة خطيرة خطيرة. كريشينا يسجل هدف، هدف لتصبح النتيجة 2-1. يلا يلا، حلو، روح 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 روح، مشي مشي يا يوسف، يوسف الرشيدي، روح على اليمين، روح على اليمين، روح على اليمين، روح على اليمين، استلم الحربي، حربي حربي حربي، العباس العباس، فاول فاول، خطأ جرب ساحبة على طول، خلاص الخمس دقايق أنا عندي خلاص، ومع الأوزبكي خلاص، ومبروكين يا الكويت، مبروكين يا الكويت، التأهل لكأس آسيا في 2014 في تايلاند، ألف 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 مبروك، ألف مبروك لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي، شكرا مبروكين اللاعبين، شكرا مبروكين الجهاز الإداري والفني، علي الديحاني، نواف العجمي، إبراهيم عبيد، أنور بطيبان، شاكر الشطي، علي فندي، ألكسندر، الجهاز الفني والإداري وكل اللاعبين، أمانة مبروكين، ألف 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 مبروكين، هذا التأهل المستحق، وإلى النقطة الثانية عشر، 12 نقطة، 12 نقطة، شيلوه على الأكتاف، يستاهل عمر الفيليشاوي، يستاهل حارس المرمى، يستاهل يا إبراهيم عبيد على هذه النتيجة الطيبة والموفقة. إذن إذن في إنذار طبعا على اللاعب الهندي لأن اعترض على قرار الحكم، يقول له بعد صفر دقائق. ألف 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 مبروك، وشكرا لكل من ساعدنا في نقل هذه المباراة، من مخرجنا المتألق دائما عبد الله علي خضر، وزملاء المصورين اللي يتعبون دائما من غير ما حد يشوفهم، وشكرا للاستديو التحليلي بقيادة الزميل عبد الله الأنصاري، وضيوف الأعزاء محمد الذروة، أحمد موسى، ولا ننسى راشد بديح القائب اليوم، إن شاء الله يعود بسلامة. وتحية لكم مني محدثكم حامد كميل، على أن ألتقي معكم في مباريات قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.